مرحبا الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعب الإيراني الصديق الجار يناشدكم ويناشد جميع المتابعين والمشاهدين، يناشدكم الوقوف معه ومساندته لينال حريته والتحرر من نظام إيران الملالي المعممين، هذا النظام الغاشم الذي يقتل ويعذب وينهب ثروات الشعب الإيراني. الشعب الإيراني يناشدكم الوقوف معه ونصرته في اجتماعه نهاية هذا الشهر في باريس برئاسة السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة والشعب الإيراني. الشعب الإيراني يرجو منكم جميعا نصرته والوقوف معه ومساندته، ولو برفع هذا الشعار أو حتى بكلمة طيبة. شكرا جزيلا لكم، نرجو من الجميع المساعدة والوقوف مع هذا الشعب المظلوم والمضطهد. تحياتي لكم، شكرا لكم.